الفنان اشرف عبد الباقي اعتذر نهائيا عن مشروع فيلم حفيد عز بسبب وجود مشاكل انتاجيه كتيره جدا، وفي نفس الوقت بيحضر لفيلم جديد هتنتجه نفس الشركه اللي بتنتج مسرحيات تياترو مصر. بدات الفنانه هاله صدقي تصوير دورها في مسلسلها الجديد حاره اليهود من ايام بمدينه الانتاج الاعلامي، واكدت في تصريح لعرب بود انها سعيده بالعمل ده، وخاصه ان في كوكبه كبيره جدا من النجوم اللي تحب تشتغل معاهم. حاره اليهود من بطوله اياد نصار ومنى شلبي وقصه دكتور مدحت العد ومن اخراج محمد جمال العد. الحشاشين ده اسم الفيلم الجديد اللي هيبدا الفنان طارق لطفي تصويره في شهر ابريل اللي جاي، وبيدور احداثه في اطار تاريخي حول طائفه الحشاشين، وهي اول طائفه اغتيال سياسي في التاريخ الاسلامي. اللمسات الاخيره من كتابه الفيلم بيكتبها دلوقتي السيناريست والشاعر سيد حجاب، ولسه المخرج عادل اديب بيختار بها الابطال. بيومي فؤاد اللي حقق نجاح ملحوظ في اعماله الرمضانيه اللي فاتت خاصه في موجه حره، بيشارك في رمضان اللي جاي بمسلسلين وهما ذهاب وعوده والكابوس. بيجسد في مسلسل ذهاب وعوده شخصيه الشيخ جلال، اما مسلسل الكابوس هيلعب فيه دور اخو الفنانه غاده عبد الرازق بطله المسلسل، هو من تاليف هاله الزغبي واخراج اسلام خيري. بيستعد الفنان هشام عباس لطرح اغنيه جديده وهي اغنيه وطنيه بالعرق والدم، وقال عباس ان الاغنيه كان مكرر عرضها من شهور، ولكن بسبب الاحداث الارهابيه الاخيره اللي مرت في مصر تم تاجيل العرض. رجعت الفنانه السوريه سوزان نجم الدين لسوريا عشان تكمل تصوير مسلسلها السوري بين الحب والحرب، واللي بيرفع شعار هنحارب كل حروب الحياه بالحب. وبتجسد سوزان في المسلسل دور فتاه ارستقراطيه متجوزه وبتربطها علاقه حب قويه بشخص غير جوزها، ولكن الحرب والاراء السياسيه بتفصل ما بينهم. الاعجاب المتبادل ما بين النجمه ريانا ونجم هوليوود ليوناردو دي كابريو واضح انه هتطور لشكل رسمي قريب جدا، وده اللي اكده مجموعه من اصدقائهم المشتركين واللي قالوا ان ليو وقع في حب ريانا وهي اصغر منه ب 15 سنه، لدرجه انه قرر يزور عيلتها علشان يطلب ايديها، وبنسبه كبيره وحسب تصريحات المقربين هتتم خطوبه قريب قوي. الفنانه حنان مطاوع احتفلت من ايام بالعرض الاول لمسرحيه انا الرئيس، واللي بتشارك في بطولته مع نجم الكوميديا سامح حسين، وبتقدم فيه دور كوميديا ساخره لاول مره. انا الرئيس مسرحيه كوميديه ساخره بتعرض على خشبه المسرح العائم من انتاج فرقه المسرح الكوميدي ومن تاليف يوسف عوف ومن اخراج محسن رزق. اغلقت من ايام سينما فاتن حمامه الموجوده بمنطقه المنيل، وده بسبب انتهاء فتره تعاقد الشركه العربيه للانتاج والتوزيع السينمائي على استئجارها مع ملاكها الاصليين. وقام ملاك السينما اللي كانت بتعرض وقتها فيلم ريجاتا للنجم عمرو سعد بلصق اعلان على وجه دار العرض قالوا فيه انهم بيعرضوها للبيع. زينة ليه اضطرت تحذف صوره ليها من على الانستجرام، ومين الاعلامي اللي كان معاها؟ عايزين تعرفوا كمان شويه. وطبعا ما تنسوش مسابقه حياتك احلى واللي لسه مكمله معاكم لحد دلوقتي، واللي كسب مشاركين من تونس والسعوديه والبحرين، كل واحد كسب 25,000 دولار. وطبعا ما تنسوش السحب الكبير على عربيه البي ام دبليو كل يوم خميس، واي شخص يقدر يشارك عن طريق ارسال رساله على رقم بلده اللي ظاهر باعلان المسابقه. وطبعا بنتمنى حظ سعيد لكل المشاركين.